كما أثنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على نجاح الجهود المصرية في تعويم السفينة البنامية الجانحة بقناة السويس. وقالت نيويورك تايمز أن مصر نجحت في إتمام أكبر عملية إنقاذ في التاريخ الحديث، مشيرة إلى أن جيشا من المشغلين والمهندسين وقادة القاطرات وعمال الإنقاذ كانوا يعملون في سباق ضد الزمن، لأن كل يوم من استمرار جنوح السفينة يضع سلاسل الإمداد العالمية في أزمة كاملة، مشيرة إلى أن قناة السويس أحد أكثر الطرق البحرية حيوية في العالم.